بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألة النهاردة مسألة بسيطة جدا 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 وتافهة جدا، بس أنا قلت أما إيه أديها لكم برضه عشان الكونستراكتور ما اتكلمناش عنه. فبيقول لك كاريت إيه بي فيسبوك ذات أكسبت داتا أونلي باي كونستراكتور أي دي وتكست وأي دي وتكست وإيميل. الموضوع بكل بساطة سهل. أنا لو رحت في الموديل كريت كلاس سميته مثلا يوزر، ما هو اللي بيخش على الفيسبوك اسمه إيه؟ اسمه يوزر. تمام، في برايفت انت اي دي وبرايفت، هنشوف كده هو كان قال ايه، اي دي وتكست تو ايمج سترينج تكست وبرايفت سترينج ايمج. مش عاوزين نعمل جيتر وسيتر، لا جيتر وسيتر مش عاوزينها. ليه؟ هو اللي قال لي، قال لي ايه لوك نو جيتر اند سيتر، مفيش جيتر وسيتر. تمام، مفيش ايه، مفيش جيتر وسيتر ولا في الديفولت كونستراكتور. تمام، انا عاوز اعمل الت انسيرت، انا عاوز اعمل كونستراكتور. هو اللي قال لي، قال لي ايه، قال لي الاي دي والتكست. فعملت كونستراكتور اهو، طبعا الكونستراكتور نفس اسم الكلاس اي دي وتكست. تمام، وعاوز كونستراكتور الاي دي والتكست والايمج اهو، الت انسيرت كونستراكتور الاي دي والتكست والايمج. في مشكله؟ ما فيش مشكله. فلما اجي انا، لما اجي اكاري اوبجكت هقول له يوزر يوزر ايكوال نيو يوزر، واقول له يوزر دوت، ما فيش طبعا ما فيش ايه. بص، اول حاجه، اول غلطه هنا، قال لك ما تقدرش تكريت كونستراكتور عن طريق الديفولت لان مفيش ديفولت. تمام، اذا هكريت عن طريق، لو عاوز احط الاي دي والايه والتكست يبقى واحد، وليكن التكست 1. تمام، خلي ده يوزر 1. تمام، ده يوزر 2، هكريت له الاي دي والتكست، وممكن احط بقى هنا الايميج اهو. تمام كده، احنا كريتنا مره عن طريق الكونستراكتور ده ومره عن طريق الكونستراكتور ده. طبعا كده انا لو عاوز اجيب الداتا مش هنفع. ليه مش هينفع اجيب الداتا؟ ليه؟ لان الداتا بتاعتي ما فيش هنا حاجه تجيبها، فلازم اعمل الجيتر بس، الت انسيرت الجيتر بس اهو، الجيتر هعمل الجيتر عشان اقدر اوصل للداتا. تمام، هاجي هنا اعمل له ايه، اقول له سيستم اول البنت لين، لو قلت له يوزر 2 دوت get image، لكن مفيش يوزر 1 او 2 دوت set، مفيش set عشان تحط الداتا تحطها عن طريق الكونستراكت. في مشكله؟ مفيش مشكله، رن اهو image، مفيش اي مشكله وكله تمام 10 على 10. دي كلها يعني مساله بسيطه جدا. فكره الكونستراكتور انك بدل ما تكريت الداتا بتاعتك عن طريق، او تحط الداتا بتاعتك عن طريق الستر، لا حطها عن طريق الايه؟ الكونستراكت. بدل ما تقعد تكتب مثلا، تكتب يوزر 1 دوت سيت اي دي 1 ويوزر 1 دوت سيت تكست 1 وهكذا، لا عن طريق كونستراكتور على طول. تمام، ممكن تشكل بقى كونستراكتور زي ما انت عاوز، ممكن تعمل كونستراكتور للاي دي بس، كونستراكتور للتكست بس، كونستراكتور للايمج بس، كونستراكتور للتكست والايمج بس، كونستراكتور للاي دي والتكست بس، وهكذا. شكل زي ما انت عاوز. وعملنا الجيتر عشان لو احنا عاوزين ايه؟ نجيب الداتا بتاعتنا الجيتر بس. طبعا في المساله ديت مفيش ايه، نو سيتر بس، الجيتر احنا عاوزينها، لازم الجيتر عشان نجيب الداتا بتاعتنا، يبقى لوك نو سيتر بس. تمام، طبعا الديفولت كونستراكتور اللي هو ده، بص الديفولت كونستراكتور اللي هو ده لو مش موجود كده انا ما اقدرش اعمل انيشناليزيشن. لو عملت مثلا هنا ايه يوزر 3 اهو، هنشيل ده كده وخلي دي يوزر 3، المفروض يعمل انيشاليزيشن من ايه؟ من اوبجكت عادي جدا، الطريقه العاديه خالص، سهل غلط، بس هو ما يقدرش هنا. ليه؟ لان الديفولت كونستراكتور مش موجود اللي هو ده. لو موجود اقدر اعمل انيشاليزيشن عن طريقه، اللي هو كونستراكتور اللي مش بياخد اي بارامتر خالص. لكن لو هو مش موجود
مش هقدر ايه اعمل انيشاليزيشن اهو. تمام، في مشكله؟ ما اعتقدش ان الموضوع فيه مشكله، والمساله النهارده سهله جدا. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.